السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير ومهم جدا من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نستمع إلى سؤال مباشر إلى سماحة المرجع الصادق الشيرازي الله يحفظه بخصوص امرأة أو بخصوص الشخص الذي متزوج، شخص متزوج لامرأة متعصبة لمذهبها على غير الشيعة، ماذا يفعل معها؟ هل يطلقها؟ هل يفعل معها مثلا يقتلها؟ هل يطردها؟ كل هذه الامور يعني في خانه الاحتمالات. السؤال توجه هل يطلقها وكان همه الاطفال، فماذا اجابه السيد صادق الشيرازي؟ وهذه الاجابه ستكون مدمره لكل شخص يفتر الكذب على علماء ومراجع الشيعه عندما يقول ان الشيعه ومراجعهم يكفرون الطرف الاخر. اولا هذا الشخص متزوج، ثانيا المرجع هنا لا يجيز له أن يطلقها بهذا الخصوص، أو ينصحه بأن لا يطلقها، بل يتعامل معها بشكل صحيح ويقول يجب عليك أن تهديها بالحكمة والموعظة الحسنة. لنسمع لهذا الكلام وفي أمان الله. نعم. اي عندها بنات اثنين وعندها ولد مفضل، اي يتعلم خرفتها مو على المذهب الشيعي بينما على الابناء العامه، اي شنو حكمها؟ رجل وياها يقول اطلقها بناتي بناتي على المذهب الشيعي، فما رايكم يا سيدنا العزيز؟ لا احسنت، لا ما يطلقها ويبقيها وحسب توصية القرآن الحكيم بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، يداريها هذا يصير سبب حتى بالمستقبل هم هي تصير خوشمرة، هم بناتها إن شاء الله يكونون معتقدات وجيدات، يداريها.